أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، تحية صباحية لكل متابعينا في هذا الصباح. وفي محطتنا الأولى نتعرف على مؤسسة اعرف تراثك، وهي مؤسسة فلسطينية مقرها في واشنطن وتحتوي أو تضم يعني جنسيات مختلفة، وهدفها أكيد التعريف بالتراث والحفاظ على التراث في ظل الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال بسرقته وتهويده. هذا دور كبير تلعبه الجاليات الفلسطينية في أمريكا وفي مختلف دول العالم تعريف العالم بالتراث الفلسطيني. وللحديث أكثر في هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأخ راتب ربيع، مدير عام مؤسسة اعرف تراثك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. وأيضا معنا الدكتورة فاتن شلباية، نائب مدير عام مؤسسة اعرف تراثك، أيضا أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم، يعني نحكي لكم الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. أهلين فيكم. قدمتم من واشنطن إلى فلسطين، خلينا نتعرف أكثر على اعرف تراثك ونشاطاتها وأهدافها، وكما ذكرت في البداية هي تضم أيضا جنسيات مختلفة. أستاذ راتب تفضل. يا مؤسسة اعرف تراثك اللي هو التراث تبعنا مش بس التراث الفني. هو اعرف تراثك اللي هو من الفن، بعدين تعليم الشباب للقيادة بكل مجالات، بيجوا هون يتعرفوا على فلسطين، ايش البزنس تبع فلسطين، ايش الاعمال والتجارة وكل هاي المواد، يتعرفوا على الوضع السياسي والاقتصادي يعني بفلسطين، يتعرفوا على الناس على الشباب. احنا عمالنا بنخلق قيادات مشان يفهموا فلسطين، ولما يرجعوا لبلادهم يقدروا يعرفوا كيف يتصرفوا، كيف يقدروا يدخلوا بالمؤسسات الفلسطينية الموجودة بالعالم، عسى يكونوا عندهم الخبرة الكافية عن فلسطين، مش بس يحكوا عن فلسطين وهن بعاد عنها. احنا عندنا صار له 10 سنين البرنامج هذا موجود، عندنا حوالي 350 واحد صرنا جايين موجودين هون في 20 دولة، وهاي المرة رحلتنا جايين من 10 دول موجودين، وحنا 30 واحد موجودين بفلسطين. هلا بنقوم بجولات بجميع انحاء فلسطين، وهاي هي الفكرة انه كيف نعرفهم مع فلسطين وكيف يخدموا فلسطين، مش بس يجي، لأنه كلهم من أصل فلسطيني ومعظمهم لأول مرة بيجوا لفلسطين، لأنه ما بيعرفوا كيف يجي فلسطين. في كتير عائلات الشروش تبعتها مش موجودة، ما عندهم حدا. صحيح. منجيبهم ومنتبع عليهم، عندنا من أستراليا. جميل. لكاليفورنيا. طيب بخصوص هذه النقطة دكتورة فاتن، شو اللي لمستي من الأشخاص اللي بزوروا فلسطين لأول مرة، أول مرة بشوفوا البلد بتعرفوا على البلد، احكي لنا شو شعورهم كان؟ نعم، من خلال مرافقتي للشباب الموجودين إنهم أعمارهم تتراوح بين 18 ل 35 عام، والأغلبية أول مرة بدخلوا فلسطين، فمن خلال مرافقتي لهم لمست حب وشغف لفلسطين، انهم حابين يتعرفوا على كل شيء، حابين يشوفوا اللي بيسمعوه بالاخبار او بيسمعوه بالميديا يشوفوه على ارض الواقع. فخاضوا تجربه دخول المعابر، خاضوا تجربه السفر والمعاناه الفلسطينيه اللي بيواجهها الفلسطيني خلال دخوله لارض الوطن. امبارح كنا في مدينه نابلس، زاروا نابلس القديمه، زاروا مناطق ومصانع وبلديه نابلس، واستمعوا الى بعض الاراء والتاريخ وبعض المعاناة اللي بعانيها شعبنا الفلسطيني. فلاحظت انه عندهم صار تعلق، وصار عندي الفيدباك تبعتهم انه يعني كيف بدي احكي الفيدباك، انه الانطباع اللي عندهم صاروا يحكوا لي كلهم رح يرجعوا ويكتبوا. في صبية عندنا بتكتب مقالات، فقالت بدها تحول شهادتها او البحث اللي بتعمل فيه عن فلسطين، فعم تكتب كانت عن نابلس وعن بعض الأشياء اللي شافتها، وهي بداية البرنامج. لسه عندنا برنامج طويل. حلو. هنزور محافظات أكثر. جميل. يعني إحنا بنقول حتى لو ما عندهم أقرباء أو يعني كل عائلتهم مغتربة خارج فلسطين، لكن فلسطين هي الحاضنة، هي الوطن، هي المنزل الكبير اللي بيجمعنا، والبحث عن الجذور والهوية هو جزء من يعني استمرار الإنسان، وحتى اندماجه في أي مجتمع آخر يتطلب أنه يعرف هويته. أدي في جهود في المؤسسة من أجل التعريف بهذه الهوية الفلسطينية للأجيال القادمة؟ إحنا كمان نحكي عن شباب يمكن أعمار مختلفة. البرامج اللي تشتغلوا فيها في الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ راتب، هي البرامج إحنا الهدف الأول إنه لما يقوموا هنا بالمهمة القيادية بالمنظمات الفلسطينية، واحد هو يكونوا عارفين شو هي فلسطين. من أجل هذا
بيجوا بيحكوا بقوة وبجايين مش بس إنه بتعلموا إيش هي فلسطين، بيجوا بحماس كمان. وهنا وين بتصف المؤسسات ما عمالها بس تعتمد على الفلسطينية اللي راحوا جديد وعمالهم بيطبقوا الوضع الفلسطيني هنا بالبلاد الغربية، كمان شو عندهم الشباب كيف ينسقوا بين القديم والجديد مشان يخدموا فلسطين. وإحنا برامجنا عنا مثلاً هلأ البانديميك اللي هو الكورونا أعطانا فائدة كثيرة اللي هي الزوم، صفينا نعمل برامج أكثر نعرفهم. مثلا لما كانوا هنا الزوم اجتمعنا عدة مقابلات مع وزير الصحة شو هي وليش موجودين وكيف عمالنا بنعمل، يعني عندنا وجه حضاري ما موجود فيه ما بيعرفوا عنه، والشباب هن بيعرفوا كيف يوصلوا له خاصة بالسوشيال ميديا اللي احنا ضعاف فيها كأجيال أجيال كبيرة. الأعمالهم بأخذوا هن من الأجيال القديمة الشيء الجديد مشان نقدر نمشي فيه، وهذا هو. هلا برامجنا الثانية عنا احنا رحلات بين بعضهم، هاي أول مؤسسة عنا 350 20 دولة صفوا يلفوا بين بعضهم يزوروا بعضهم في اتصالات صف الوضع الفلسطيني، بطل بس من فلسطين لأستراليا أو فلسطين لأمريكا أو لفرنسا أو لتشيلي حتى أو أي بلد، صف كله متواصل مع بعض. وهاي هي الفكرة إنه كيف إحنا نقدر التواصل يضل التواصل، ما نضل نفكر إحنا بالتفكير اللي موجود هنا بس بمنطقة واحدة. الشيء الثاني الحلو فيها إنه بطلنا احنا بس نعتمد على شو احنا بدنا نعطيهم، صفوا هن شو بدهم يعطونا. هلا وجودهم هون اجوا شافوا، بيجوا كثير ناس بشوفوا والله القضيه الفلسطينيه جيده، بس في عندهم التزام ادبي وعقد انهم يخدموا فلسطين على اساس انه يطلعوا هاي لبرا. هذه نقطه مهمه اخ راتب ودكتوره فاتن. السؤال لك، لو اغلب الاشخاص اللي بيجوا هون كمان بيشتغلوا في مؤسسات امريكيه بمختلف المسميات، هذا شيء كمان مهم جدا، يقدم للقضيه ويخدم القضيه بشكل كبير. حكينا يعني بشكل اكثر، تعطينا امثله عن اشخاص جاءوا هنا بيشتغلوا في مؤسسات كبيره في الولايات المتحده الامريكيه وقدموا بشكل او باخر في يعني تقديم خدمه للقضيه الفلسطينيه ويعني تقديم معرفه ايضا لمن لا يعرف ما الذي يحدث في فلسطين. نعم، هلا احنا اذا بتلاحظ خلال السنوات السابقه سنتين سابقات صار الموضوع الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه صارت اوضح على الاعلام. صحيح. الاجنبي الامريكي او الغير امريكي، يعني الدول الاجنبيه الاخرى. هلا احنا بالبرنامج مش فقط من امريكا اللي الموجودين معنا، موجودين من 10 دول. في عنا ايضا يعني في منهم بيشتغلوا طبعا بالسلك الدبلوماسي، في منهم في البرامج السابقه بنفس المؤسسه تخرجوا منهم سفراء. فهذا الموضوع خدم القضية الفلسطينية كثير بأنهم نقلوا الصورة الحقيقية كما شاهدوها، يعني شافوا ونقلوا الصورة، مش سمعوا ونقلوا الصورة. ففي منهم كثير وصلوا طبعا لمناصب وأماكن في الهيومان رايس مثلا، في عندنا مثلا هلا في ناس بدها تترشح للكونغرس، في ناس بدها تدخل السلك الأمريكي السياسي أو في دول أخرى في تشيلي او هندوراس. نعم. او اي دوله من الدول. وهذا مهم، احنا يعني. نعم. لمسنا التضامن الكبير والواسع جدا. صحيح. مع فلسطين والقضيه الفلسطينيه من مختلف الجنسيات، وتحديدا في الولايات المتحده الامريكيه لما. نعم. شفنا عشرات الالاف يخرجون في مظاهرات في الولايات المتحده. صحيح. الامريكيه، ومثل ما حكيتوا يعني من جنسيات مختلفه، وحتى كمان في الاعلام الامريكي يعني كان في هذا التحول. نعم. حتى في امريكان اصليين، يعني امريكان نشطاء برو فلسطينيين زي محبين او مناصرين للقضيه الفلسطينيه بيشاركوا كثير معنا وبيكونوا داعمين، وجنبا الى جنب مع الجيل الفلسطيني الشباب اللي مثل معنا اللي بالبرنامج. نعم. وانا بدي اقول انه الفلسطيني يحمل فلسطين معه اينما حل وارتحل. واليوم كمان بعد قليل ستكون معنا لينا بركات، وهي اول فلسطينيه. صحيح. انتخبت رئيسة. نعم. لمنظمه شبكه المراه الامريكيه. صحيح. للتنميه. شكرا لوجودكم معنا. شكرا. بتمنى لكم كل التوفيق واجازه سعيده في فلسطين، ودائما كل عام ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم.